بسم الله مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا المباشر من قلب عمالة مقاطعات بالمثيق. لقينا عبد الرحيم هنايا متشوق مغربي باش انه يسمع الخطاب الملكي عيد العرش المجيد، خطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش المجيد اللي غيكون ان شاء الله على الساعة 9، فالمغاربة كاملين كيتسناو كل شيء متشوق لهذا الخطاب. عبد الرحيم دوره فرحان بانه وكيتسنى جا هنا باش يحضر الخطاب مع شخصيات مهمة، مع شخصيات مدنية عسكرية وكل شيء كيتسنى في الخطاب. مهلا عبد الرحيم. عبد الرحيم السلام عليكم ومرحبا بنا ومرحبا بك تنجا نحن المباشر المغاربه كيشاهدوك على شكرا على الاستضافه. وشعارنا الخالد الله الوطن الملك، خوتي المغاربه داخل المغرب وخارج المغرب من طنجة حتى القويرة كلكم راكم هنا وفوق الراس. هذا النهار وهذا اللحظه راه احسن لحظه واحسن نهار عندنا هو عيد العرش، هو عيد العرش، وكلنا فرحانين وكلنا المغاربه من طنجة حتى القويرة وداخل المغرب وخارج المغرب كلهم شي فرحان، وكلنا تنتظروا باش غادي نتصنتوا الخطاب ديال سيدنا اللي غادي يعطينا التجويج لجهات اخرى، لان دابا كل الخطاب ديالو تناخذوا توجيهات وتنمشيو عليها وتنكونوا الحمد لله راه حنا غاديين في الزهار وغاديين في بزاف الحوايج اللي هما ما وصلوش لهم الدول العظمى، حنا راه وصلنا لهم. وهكا تنتسناو دابا الخطه ديال سيدنا الملك محمد السادس الله ينصرو لينا والله يشافيه لينا والله يخليه لينا. كل عام عبد الرحيم كتجي هنايا كتحضر الخطاب؟ كل عام تنحضر الخطاب، اي خطاب ديال سيدنا تنحضر ليه، لان انا راك عارف تنموت عليه وتنموت على المغاربه وتنموت على الوطن ديالنا، وراه الدم ديالي هو سيدنا الله ينصرو. كتجي كتبغي تحضر هنايا قدام شخصيات قدام الناس المغاربه كاملين اللي كتحضر؟ انا تنبغي ماشي نحضر غير قدام الشخصيات وقدام هذاك، تنبغي نحضر قدام كل شيء قدام العالم كامل، تنقول في هذا المنبر ومن هذه البلاصه تنقول فيها بان الله ينصر سيدنا وخليك على هذا النمط، كل شيء حاسدنا وكل شيء باغي يدير بحالنا ولكن ما قدش، انت راك امير المؤمنين الله ينصرك والله يوفقك. رساله للمغاربه كاملين، رساله للمغاربه كاملين هو بان خصهم كلنا نحضروا ونتصنتوا الخطاب التوجيه ديال سيدنا الله ينصره، لان ضروري غيعطينا واحد النهج جديد واحد النمط جديد باش نمشيو عليه. تبارك الله عليك عبد الرحيم، الله يحفظك، الله مورا الخيطان باذن الله ان شاء الله نتلاقى. يعني كيف ما تعرفوا مشاهدينا الكرام فاليوم ان شاء الله هو خطاب الملكي ان شاء الله اللي غيكون على الساعه 9 المغاربه كاملين كيتسناو حنا كاين قلب عمالات مقاطعات بنمسيك. مشاهدينا الكرام بقاو معنا غنحاولوا نقربوكم من كل صغيره وكبيره باذن الله.